لتكن يا رب رحمتك علينا ابتهجوا أيها الصديقون بالرب فصلا من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس يا إخوة إن الله قد أبرزنا نحن الرسل آخرين الناس كأننا محكومون علينا للموت لأننا قد صرنا مشهدا للعالم والملائكة والبشر نحن شهداء من أجل المسيح أما أنتم فحكماء في المسيح نحن ضعفاء وأنتم أقوياء أنتم مكرمون ونحن نحن نجوع ونعطش ونرى ونلطم ولا قرار لنا ونتعب عاملين نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل يبتلى علينا فنتضرع قد صرنا ولست لأخجلكم أكتب هذا وإنما أعظكم كأولاد الأحباء لأنه لو كان لكم رباط من المرشدين في المسيح ليس لكم أباء كثيرون لأني أنا